اذا رح ناخذ مثال عملي اليوم على السبيد على الاوبتيمم سبيد تايم بروفايل. هلا اوبتيمم رح افترض انه ما عندي ريستريكشن على التوب سبيد. اذا الكيس هاي ما فيها ريستريكشن اون توب سبيد. ما عندي ريستريكشن اون توب سبيد. عندي هوريزونتال فعندي كانها اوتوميتد بيبل موفر زي اللي حكيت لكم عنها المره الماضيه. هوريزونتال بيبل موفر اذا هوريزونتال بيبل موفر بدها تمشي مسافه 600 متر. الديستنس التوتال ديستنس 600 متر وطبعا الحركه راح تكون وراح يمشي مسافه كلها هوريزونتال. رح نعمل ريستريكشن على الاكسلريشن يعني اي ماكس رح تكون 1 متر بير سكند سكوير. ليش مهم اعمل ريستريكشن على الاكسلريشن بالحاله هاي؟ عشان الناس ما يوقعوش هون. هذه اهم يعني هذه اهم بالحاله من الاشياء الثانيه. طبعا احنا في يعني في اشياء ثانيه بدنا نحميها بس هون اهم شيء سبب ريستريكشن 1 متر بير سكند سكوير هو سقوط الناس. حتى احتمال كبير معظمهم بيكونوا ماسكين اذا كانوا واقفين. معظم هذه اذا بتشوفوهم هذول بيكون مساحه فاضيه ما في مقاعد عاده الا مقعد مقعدين للي مريض او تعبان. وبعدين عندي هون جي ماكس كمان راح يكون بيساوي 1 متر بير سكند. اوكي فيش تحديد. في عندي تحديد لدي. هلا بدنا نعمل فيش عندي ليميت على التوب سبيد. بدنا نعمل الاوبتيمم بروفايل. هلا هون نسال السؤال. انا طبعا اعطيت الجواب هون لما حطيته ما كانش المفروض احط هذا هون. هل الجيرك مسموح انه يكون فاينايت في الحاله هاي؟ لا. ليش؟ لانه عندي بيبل موفمنت. لاني بحرك ناس بيبل موفمنت اذا جي فاينايت. اذا فاينايت جيرك از ريكوايرد. لازم يكون عندي الجيرك فاينايت. اوكي هاي اول شيء. شيء ثاني فيش ريستريكشن على التوب سبيد. شو راح يكون البروفايل بتوقعه يكون ترايانجلر مش ترابيزويدال. ففي اوف تي راح يكون عندي الشكل هذا. طبعا واضح انه هذول سموث لانه عندي الجيرك فاينايت مش انفينيت. هنبلش الجيرك اول. راح نبدا بالجيرك نفس الطريقه. راح ابدا بالجيرك هلا وارسم البروفايل شوي شوي. هلا احنا متذكرين طبعا انه تكامل الجيرك راح يعطيني الاكسلريشن. تكامل الاكسلريشن راح يعطيني الفيلوسيتي. فراح ابدا هون هلا نرسم السبيد تايم بروفايل وراح استعمل المساحات. وهلا راح اركز في البدايه راح اركز خليني انزلها لتحت كمان. هاي طبعا نوت سكيل يعني عم برسمه هون مش واضح انه عندي هون ما فيش ريستريكشن على التوب سبيد بالحاله هاي. فراح يعمل يبدا عندي هلا المرحله هاي هون راح تكون هذه هون كونستنت جيرك زيرو جيرك. يعني اذا رسمناهم تحت بنرسمهم تحت تحت لو هذا هون A of T شو بكون خلال الفتره هاي عمره بيصير بالاكسلريشن؟ نعم عم بزيد معي بهذا الشكل. يضل هلا كونستانت بالفتره هون وبعدين بالفتره هاي هون راح ينزل راح ينزل كمان. اوكي هاي الاكسلريشن وهاي النقطه هي ايه ماكس وهاي ماينس ايه ماكس.
ماكس. اذا هلا رديت اخذت هذا واشتقيته ايش راح يعطيني؟ جي اوف تي راح يكون عندي جي هون قديش؟ واحد زيرو نيجاتيف نيجاتيف زيرو بعدين هون. اوكي هيك صار عندنا جي وهذه راح تكون هون جي ماكس. هلا انا الرسم تبعي مش سيمتري مضبوط، انتم فاهمين انه لازم يكون هذا الارتفاع هو نفس هذا الارتفاع والعرض هذا نفس العرض هذا وضعف العرض اللي هون، بس انا الرسمه مش وصل لانه اقل منطقه في اللون. اذا هون عندي جي، جي قديش راح تكون قيمته؟ واحد، جي ماكس واحد. واي ماكس ايش القيمه اللي لازم يوصلها؟ واحد، اذا احنا عارفين هذا هون واحد متر بير سكند كيوب، وهذا عفوا سكوير. هون عندي متر بير سكند كيوب، هذا جي ماكس. وهذا راح يصير ماينس جي ماكس وهذا بلس جي ماكس. هلا هذه مش معروفة عندي، في ماكس مش معروفة. هاي أحد الأشياء اللي بدي أطلعها. الزمن هذا مش معروف. نشوف الزمن قديش راح يكون، يعني قديش هذا الزمن راح ياخذه البيبل موفر حتى يتصارع يسكر بوابه من لحظة ما سكر بابه هون لحد ما رد مرة ثانية فتح بابه عند النقطة هاي. بدنا نجاوب على هذا الزمن من هون، وبدنا نجاوب قديش السرعة، قديش السرعة اللي راح يوصلها الماكسيمم سبيد راح يوصلها خلال الفترة هاي. طيب إذا نطلع أول شيء خلينا نطلع على المنطقة هاي اللي موجودة هون. زيادة الأكسلريشن، قديش الريت تبع زيادة الأكسلريشن؟ قديش دي إي على دي تي؟ ايش هو دي اي على دي تي؟ جي. وهي جي قديش قيمته؟ اذا جي قديش راح يزيد؟ واحد. قديش بده يوصل؟ بيبدا من زيرو بده يوصل واحد، قديش راح ياخذ وقت؟ 1 سكند. كل واضح ليش؟ يعني احنا بنقول انه جي بتساوي اي اي ماكس وهاي هون جي ماكس مضبوط على تي، والتي هاي مثلا نسميها تي 1. اذا J بتساوي 1 و A 1، الكل فاهم ليش؟ عم بزيد انا بمقدار 1 متر بير سكند سكوير بير سكند. 1 متر بير سكند سكوير بير سكند مش هيك؟ فالاكسلريشن عم بتزيد بمقدار 1، كل ثانية عم بتزيد قيمتها بمقدار 1، لازم بدها ثانية واحدة بس حتى توصل التوب فاليو تبعها. ماشي؟ إذا هون بتاخذ من هون حتى توصل التوب سبيد تبعتها 1. هلا باي سيمتري هذه 1، إذا هاي قديش؟ كمان واحد، انا بدي انزل من واحد والجي ماكس ماينس 1 هلا هون. جي ماينس 1 وهون جي بلس 1، اذا بده ينزل من القيمة هاي للزيرو بدها تاخذه ثانية، وهون بدها تاخذه كمان ثانية، اذا هاي 1 سكند وهاي كمان 1 سكند. اوكي تمام ماشي؟ وعندي هاي طبعا هون ماينس 1 متر بير سكند سكوير، وهاي كمان 1 سكند. اوكي ماشي؟ اذا احنا عمال نقول اذا بدك تحطها ك اذا بدك تحط A او J مثلا، هلا لو قلت لك حط لي J of T، J of T constant مش هيك؟ قيمتها 1 وماينس 1 وماينس 1 وبلس 1، A رح تكون بالفترة هاي، يعني J من الفترة من T أكبر من 0 أقل من 1، قديش رح تكون J؟ 1 بلس 1، مضبوط؟ A of T راح تكون خلال الفترة هاي، هذا ايش الخط معادلته؟ T بلس T مش هيك؟ بلس T هي بلس J T بس J واحد، فهي راح تكون A بتساوي T من T أكبر من 0 أقل من 1، أوكي؟ ماشي. هلا الـ distance أو الـ velocity راح أوصلها، قديش الـ velocity راح أوصلها هون راح تكون؟ كيف ممكن اعرف؟ كيف ممكن اعرف ايه اللي بوصلها هون قديش رح تكون؟ تي سكوير بالمقدار مشتقة تمام، مشتقة ايش؟ الديستنس تمام، بس انا ما عنديش هلا الديستنس او الانتجريشن تكامل الاي تي، تكامل الاي تي، اذا في اوف تي خلال الفترة هاي بدها تساوي هاف تي سكوير، تأكد منها اشتقها احمد شو بتعطيني؟ تي سكوير 2 في 2 2 تشطب مع 2 بترجع تي، مشتقتي بتعطيني واحد خلال الفترة هاي. نعم تفضل. الارقام هاي منطقية انه يعني بيوصل الاكسلريشن للزيرو فاين 1 0 كبيبل يعني.
بوصل ايش عفوا هاي هون نفس يساره مثلا بيمشي بعدين بيوقف زي ما بقول هو سرعته لسه عاليه الاكسلريشن اللي اختلف الاكسلريشن اختلف هلا اذا حبيتوا تعملوا شيء زي هيك انا في عندي اكسلروميتر حكيت لكم كان في اكسلروميتر اذا حبينا نقيسه في مكان معين كان نقيسه نشوف فاليوز واقعيه منطقيه بس ما عندنا شيء بيتحرك هوريزونتالي هون في البلد مزبوط ممكن باص او شيء يعني هلا بدك اذا صار عندي هلا هذا هون صارت عندي هاي بتساوي هاف تي سكوير مزبوط طبعا بس هاي للفتره من تي اقل من واحد واكثر من زيرو طب الديستنس دي اوف تي ايش وضع العمل يا احمد؟ بتصير عندي تي تكعيب على 6 تي اقل من 1 طيب اذا دي اوف 1 او في اوف 1 قديش اول شيء؟ في اوف 1 قديش؟ ايش يعني في اوف 1؟ 1 ايش يعني؟ سكند في اوف 1 قديش تعطيني؟ اذا هاي النقطة اللي من هون ها؟ اذا هاي النقطة هون احداثياتها 1 ونص وهي طبعا احداثياتها 0 و0 النقطة اللي موجودة قديش الديستنس اللي اكون قطعتها عند النقطة هاي؟ اللي هي الاريا اللي هي هاي الاريا هاي الاريا هون بنعوض بهاي مش هيك؟ بصير عندي 1 على 6 مضبوط؟ إذا الاريا اللي بقطعها هون اللي هي دي اوف 1 بتساوي 1 على 6 هلا رح استعمل من هاي النقطة فصاعدا رح أركز على طيب الاريا تحت هذا كله شو لازم نحكي؟ 600 اللي هي 600 مضبوط؟ دي النهائية كلها 600 طيب إذا هاي المساحة لو بدي أركز الآن على النص قديش هاي المساحة؟ 300 متر كيف 300 متر مساحة؟ مش المفروض مساحة تكون 300 متر مربع؟ لا أنا بحكي هون هاي فيلوسيتي متر بير سكند بضربها في سكند بتعطيني متر إحنا عارفين إنه المساحة مساحة أرض ومساحة بيت شيء ثاني هاي مساحة أندر ذا كيرف وحدتها بدها تكون حسب إحداثيات هذا الاكس واحداثيات هذا الاكس لما اضرب متر بير سكند في سكند تعطيني متر طيب خلينا نركز على النص هذا هلا اللي موجود هون اطلعوا لي على مرات الاشياء الهندسيه حلها اسهل بكثير ما احل بمعادلات يعني قصدي مساحات شايفين مساحات مش اذا حسبت المساحه هاي زائد المساحه هاي زائد المساحه هاي تعطيني 300 متر هاي بتسهل علي خلينا نسمي هاي المساحه ايه هاي المساحه راح نسميها بي ايش هذا الشكل بي لا بي شبه منحرف مش هيك ترابزوي وبعدين عندي هون سي هلا باي سيمتري اطلعوا لي على الشكل هذا اللي هون هاي المساحه شو بتشبه؟ بتشبه هاي اللي هون مضبوط؟ اذا هاي المساحه 1 على 6 من المتر مضبوط؟ وهذيك 1 على 6 من المتر مضبوط؟ بعدين عندي هذه في ماكس هاي السرعه قديش؟ نص اذا هاي السرعه شو بدها تكون؟ ماكس ماكس في ماكس ماينس نص مضبوط؟ طيب نطلع هلا على الترابيزويد شو مساحة الترابيزويد؟ مساحة الشبه المنحنف شو بتكون دائما؟ باخذ الضلعين المتوازيين باخذ الافرج تبعهم وبضرب في المسافة بينهم هاي راح اسميها تي 2 انا مش عارفها لسه انا مضبوط عارف تي 1 وعارف تي 3 وعارف تي 4 مش عارف تي 5 بس تي 5 مساوي لمين؟ لمين تي 5 بتساوي؟ تي 2 وعندي تي 6 انا عارف هذول كلهم 1 سكند تي 6 وتي 4 وتي 3 وتي 1 كلهم 1 سكند تي 5 وتي 2 انا مش عارفهم بدي اطلعهم باي سيمتري ما في حاجه اطلع غير تي 2 فانا عارف انه تي 3 1 سكند مضبوط وعارف انه تي 1 1 سكند طيب مساحه سي كيف ممكن احسبها الان اذا انا عارف القطعه اللي فوق هاي شو صارت سي مستطيل ماينس 1 اوفر 6 مضبوط المستطيل ايش مساحته؟ في ماكس في تي 3 قديش تي 3 1 اذا خلينا احط الاشياء هذه اذا الاريا سي طبعا هذه ديستانس وحدتها امتار سي بتساوي في ماكس ماينس 1 على 6 في ماكس في 1 ماينس 1 على 6 بي ايش مساحتها مساحتها راح تكون هذا الضلع قديش هذا الضلع اللي من هون في ماكس ماينس نص مضبوط زائد نص في ماكس ماينس نص زائد نص شو بتعطيني؟ في ماكس مضروب في؟ على تي لا مش على مضروب في تي 2 اذا عندي هاي بتساوي في ماكس ماينس نص زائد نص على 2 مضروبه في
تي 2 مظبوط. وايه احنا عارفين انها 1 على 6. هلا حتى اطلع في ماكس وتي 2 بدي اطلع هدول اساويهم ب 30. ايش في عندنا؟ شيء في شيء ناقص ولا مظبوط؟ تي 2 تي 3 تي 1 مظبوط. هلا اذا جمعت A بلس B بلس C حطهم هون 300 بتساوي A بلس B بلس C. في عندنا شيء ناقص احنا ما كملنا. في عندي كمان هذا انا عارف انه السلوب تبعه قديش. طب دكتور انا تي 2 ما بقدر احسبها. نعم بقدر احسبها. لا اكيد بدك تحسب تي 2. عندي نص المسافه 300 متر مظبوط. وعندي بقدر اعرف انه التايم توتال. وعندي تي 3 وتي 1. لا اكيد بدك تعرف التايم توتال ما عندك. هلا انت رح يطلع معك معادله، شوف شو هي المعادله، المعادله شو بتقول؟ بتقول انه 300 متر بتساوي A زائد B زائد C، مظبوط؟ A زائد B زائد C بتساوي 300، بس كم مجهول انا عندي هون؟ عندي V ماكس وعندي تي 2، لازم اربط V ماكس وتي 2 عن طريق A. طلعوا هذا المثلث هون. هذا السلوب قديش؟ A، قديش A؟ 1. إذا A شو بتساوي؟ بتساوي دلتا V على دلتا T، مظبوط؟ قديش دلتا V هون؟ في ماكس ناقص نص ناقص نص. إذا في ماكس ناقص 1، إذا في ماكس ناقص 1 على تي 2 شو بتساوي؟ في ماكس ماينس هاف ماينس هاف على تي 2 بتساوي A اللي هي 1، مظبوط؟ إذا محل A راح أحط 1. في ماكس ماينس ماينس نص شو بتصير؟ في ماكس ماينس 1 بتساوي تي 2. هاي تذكروا المعادله لان هاي رح تساعدني بالحل هنا. هلا انا لازم امحي شيء لاني انا انزنقت شوي في المساحه، خلينا نمحي هاي ونرجع لها كلها بعدين. اذا صار عندي هلا خلينا ناخذ المعادله هذيك، نص الديستنس 300 بتساوي الاريز 3. اذا عندي 300 متر بتساوي ايه شو كانت تساوي؟ 1 على 6 زائد بي، بي راح تصير معي في ماكس ماينس بلس بيختفوا هون، بصير عندي في ماكس على 2 في تي 2. زائد سي، سي شو بتساوي؟ في ماكس ماينس 1 على 6. 1 على 6 1 على 6 بشطبوا من هون، مضبوط؟ صار عندي 300 بتساوي في ماكس تي 2 على 2 زائد بي ماكس. هاي معادله مشهوره، ايش بدي اضطر استخدم؟ خلينا نطلع اول شيء بي ماكس، فخلينا اتخلص من تي 2. اذا تي 2 محلها شو راح احط؟ بي ماكس ماينس 1، بصير عندي 300 بتساوي بي ماكس على 2 في بي ماكس ماينس 1، مضبوط؟ زائد بي ماكس. هلا هاي بتصير عندي 300 في 2 600، نضرب كل الجهتين ب 2 بصير عندي 600 بتساوي في ماكس سكوير ماينس في ماكس بلس 2 في ماكس، مضبوط؟ لانه ضربنا ب 2. هلا ماينس في ماكس وبلس 2 في ماكس رح تعطيني بلس 1 في ماكس، مضبوط؟ وال 600 رح اجيبه هون رح تصير عندي ماينس 600، مضبوط؟ هيك ولا بكون كل شيء؟ تطلع معي بي ماكس الان على الكوادراتيك، ايش هي؟ ماينس بي ماينس 1 بلس ماينس بي سكوير بي 1 ماينس ماينس بلس 2400. 2401 قديش جذرها؟ 24 لو كامل تمام، هاي 49 بتطلع، جذر ال 2401 بتطلع 49. في عندي هون قديش تطلع؟ 24 وماينس 25 24 ماينس 25 طبعا. هلا احيانا هذا بيكون في له فيزيكال مينينج، سيبه دائما لما بتحله بيطلع معك احيانا بالكوادراتيك جوابين. هلا انت بتستثني جواب منطقا هون، بس احيانا بيكون في تفسير علمي لحاله خاصه، ماشي واضح؟ يعني ما تستثني هاي دائما، فكر فيها مرات فيها فيزيكال سيجنفكس، هون ما لهاش فيزيكال مينينج بهاي الحاله. لكن احيانا بيكون في لها فيزيكال سيجنفكس، اذا هاي وحدتها ايش لازم تكون؟
24 وين ال 24 هاي؟ إذا هذا رح يوصل احسب لي ال 24 متر بالثانية بالكيلومتر بالساعة. كيف بدنا نعمل؟ 24 بدي أقسمهم على 1000 عشان أحولهم لكيلومتر. بعدين بضربهم في 3600. 86.5 قديش؟ 86.5 يعني نسبيا عالية لبيبول 86 كيلومتر بالساعة. اوكي اذا طلعنا في ماك شو بقدر اطلع مباشرة الان؟ تي 2 تي 2 شو كانت تساوي العلاقة بينهم؟ في ماكس ماينس 1 اذا تي 2 شو بتساوي؟ 24 ناقص 1 23 اذا هاي هون عندي 23 سكند وهاي كمان 23 سكند وهذه عندي طبعا 1 سكند وهاي 1 سكند وهاي 1 سكند وهاي 1 سكند اذا عندي 23 و23 46 46 و4 50 اذا التوتال تايم تي بيساوي 50 سكند هل منطقيه 50 سكند؟ ريزونبل اني اقطع 600 متر بدي اتسارع واتباطى واعمل كل الاشياء هاي وعندي جيرك نايس جيرك لو اني ما حطيت الجيرك شو كان راح يكون؟ رح يخف الوقت بس الثمن اللي بدفعه راح يضرب كم؟ لو رفعت الاكسلريشن كمان بدي ارفع الاكسلريشن رح يخفف بس طبعا رح يكون عندي واحد اكثر من واحد متر فهذه احسن كومبرومايز، كومبرومايز يعني حل وسط، حل وسط ما بين اني اوصلهم بسرعه وطبعا حتى هاي السرعه مش بسيطه 86 كيلو متر بالساعه عالي شوي هاي بس النقطه اللي هون نسبيا عالي فيمكن احتمال في هذا الرقم هذا شوي مبالغ فيه في الواقع ما اظن رح يوصل هاي السرعه يعني بوصل 30 كيلو متر بالساعه اوكي ماشي اذا هذه هيك حلينا هذا الجزء الاول